أعزائي مشاهدي ومتابعي ONtv لايف في كل مكان، يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا العزيز معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القضيب. رحب بحضرتك فندم. أهلا وسهلا فندم. سيادة رئيس الجمهورية واصفا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذكر أنه قطاع واعد. حضرتك في أول حوار تلفزيوني لك وصفت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه قاطرة التنمية. إلى أي مدى حضرتك شايف هذا القطاع من الأهمية بمكان في إحداث تنمية عامة في البلاد؟ هو الحقيقة يعني أولا طبعا أنا برحب بحضرتك، ومرة تانية بقول أن سيادة الرئيس بيرى أن هذا القطاع والقيادة السياسية بترى أن هذا القطاع هو قطاع بيمثل واحدا من القطاعات الهامة في الدولة التي تمثل قطارة للتنمية، قاطرة للتنمية. والحقيقة كمان القطاع بيمثل للدولة أشياء كثيرة جدا، فالقطاع متداخل في جميع قطاعات الدولة المختلفة. نعم. يعني لو كلمنا عن قطاعات الدولة المختلفة زي الصحة، زي التعليم، زي النقل، إنفاذ القانون، الحقيقة القطاع هو قطاع محوري في قطاعات الدولة المختلفة، لذا يمثل أهمية كبرى بالنسبة للقيادة السياسية. بالحديث برضو عن أهمية القطاع في الموازنة العامة، كم يمثل رقميا القطاع؟ هو الحقيقة القطاع بيمثل النهاردة بيمثل حوالي 52 مليار جنيه بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وبيساهم بحوالي 3.5% من الناتج القومي. الحقيقة الرقم كبير بالنسبة لقطاع زي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكن المأمول والمنشود وخصوصا بعد الدعم المقدم من سيادة الرئيس أن يمثل هذا القطاع أكثر من 3.5%، والحقيقة النمو بتاعه ينمو بشكل أسرع أو بوتيرة أسرع مما كان ينمو منها بها من قبل. هو أعتقد هو ثاني قطاع تحت قطاع التشييد فيما له صلة بالنمو. هو ثاني قطاع بعد قطاع التشييد والبناء في النمو في من حيث النمو. طيب. لكن احنا بننشد ان هو يعني ايه يتصارع ليكون اول قطاع ان شاء الله. بالحديث عن سيادة الرئيس وجهود سيادة الرئيس في معرض القاهرة الدولي للاتصالات 2015 يوم 13، الرئيس كان طرح مبادرتين في كلمته. المبادرة الأولى عن تصميم وصناعة الإلكترونيات وخلص منها إلى إنشاء مناطق تكنولوجية. حضرتك تكلمنا عن يعني دور الحكومة ودور القطاع الخاص في إنشاء هذه المناطق الحكومية. طب خليني أقول لحضرتك أن طبعا المبادرة المهمة جدا وتكليفات سيادة الرئيس وتوجيهاته بإنشاء المناطق التكنولوجية لها أبعاد كثيرة. نعم. البعد الأول هو بعد التركيز على العدالة الاجتماعية. المناطق التكنولوجية مركزة كلها في القاهرة، ولا يوجد أي مناطق تكنولوجية أو مناطق في المحافظات المختلفة. لذا تم اختيار المحافظات والمناطق التكنولوجية بعناية شديدة لكي تكون موزعة على المحافظات المختلفة، وكي تكون هناك كمان توازن ما بين محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري. فالسبع مناطق تكنولوجية هي موزعة على احنا قلنا بني سويف، أسيوط، أسوان الجديدة، والثلاثة دول موجودين في صعيد مصر. في عندنا واحدة هتبقى موجودة في القاهرة في أو قريبة من الإسماعيلية اللي هي العاشر من رمضان، محافظة المنوفية، مدينة السادات، وعندنا دمياط في برضو الوجه البحري، وعندنا برج العرب في الأسكندرية. فالتوزيع هو توزيع جغرافي، توزيع ملاصق للجامعات الكبرى. كمان الأهم من هذا أن هذه المناطق التكنولوجية ليست فقط مناطق للبناء أو مكان يبقى فيه بعض الشركات، احنا بنهتم بالتنمية، التنمية البشرية، تنمية المواطن، تنمية المحافظات المختلفة، وإزاي نخلق المناخ المناسب لأن احنا نجذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المصرية على مختلف المحافظات ولا تتركز في مكان واحد.
الحاجة التانية أو التالتة إنها هتبقى عبارة عن منارات من منارات الضوء في هذه المحافظات، هتبقى موجودة هتبني حواليها مجتمع وتنمية متكامل. هذا المجتمع وهذه التنمية الحقيقة هتخلق فرص كثيرة جدا للعمل، عشان كده كانت مرتبطة بخلق حوالي 500,000 فرصة عمل ما بين عمل مباشر وعمل غير مباشر. منطقتين تكنولوجيتان في 365 يوم بحسب يعني كلام سيادة الرئيس، ده كان في 13 الشهر ده من 4 أيام، احنا دلوقتي في 361 يوم، ما الذي تم إنجازه في 4 أيام؟ تم إنجاز أولا قبل البدء في هذه المناطق التكنولوجية، عشان خاطر يعني المبادرات لا تأتي من فراغ. الحقيقة احنا كان في دراسات اتعملت على هذه المناطق التكنولوجية، دراسات عملتها شركات أو مؤسسات من أكبر المؤسسات العالمية في مجال عمل هذه الدراسات. الدراسات خلصت إلى الاختيارات اللي احنا قلناها، الاختيارات هذه المحافظات. الدراسات كمان هي دراسات من الناحيتين، من الناحية الزكاة فيزابيليتي أو التهيئة جدوى أو ذات جدوى، الجدوى الاقتصادية والجدوى العلمية والجدوى التنموية، ومن الناحية البنائية كمان. فاحنا دي خلصنا منها. النهاردة بنتكلم، يمكن سيادة الرئيس وجه ده مجهود حضرتك في خلال 4 أيام من ساعة التكليف سيادة الرئيس لكم مباشرة، قبل بداية اليوم دلوقتي بيفرق قبل بداية الإعلان. يوم الإعلان أو قبل الإعلان كان وجه سيادة الرئيس، وجه تم التوجيه ليا ولمعالي وزير الإسكان الدكتور مصطفى متولي مصطفى مدبولي بتوفير الأراضي وتسهيل كل اي عقبات عشان خاطر الاراضي تبقى موجوده. كان تم لقاء مع الدكتور احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه عشان خاطر نقدر مع المحليات ومع المحافظات يسهلوا لنا العمليه في استخراج التصاريح اللازمه لعمليات البناء. النهارده كان في عندنا لقاء الصبح مع الشركات اللي هتبقى تكون موجوده في هذه المناطق التكنولوجيه، هنبدا ان شاء الله كمستثمرين. المستثمرين بدا برضو من 4 ايام، بدانا نتكلم مع المستثمرين من 4 ايام، وخلال الفتره اللي جايه دي هنعلن عن انشاء الشركه. الفترة الجاية خلال الأسبوعين اللي جايين هنعلن عن إنشاء الشركة بالمستثمرين المؤسسين لهذه الشركة، وإن شاء الله يعني إحنا بننشد إن خلال الفترة الأسبوعين ثلاثة قبل بداية السنة الميلادية الجديدة قبل بداية 2016 يكون عندنا كل الدعائم بتاعة أو الأسس بتاعة الشركة ونقطة الانطلاق. يعني جهد يعني محمود، بمجرد الانتهاء من انشاء هذه المنطقتين، ايه هو العائد على الاستثمار بعد الانتهاء من انشاء هما مش منطقتين هما فقط هما اعتقد 7 مناطق للتكنولوجيا، بعد الانتهاء من هذه المنظومه من هذه المناطق التكنولوجيه ما هو العائد على الاستثمار؟ خليني اقول لحضرتك ان في جزئيتين، في الفرق ما بين التنميه والاستثمار. التنميه تؤدي الى الاستثمار، الاستثمار يؤدي الى ارباح. فالتنمية تؤدي إلى الاستثمار. إحنا في مرحلة إحنا بننشد إن إحنا بنبدأ خطوات تنموية مهمة. هذه الخطوات التنموية هتوفر فرص عمالة كبيرة. إحنا تكلمنا على حوالي 500,000 فرصة عمل ما بين عمل مباشر وعمل غير مباشر، ده لما تنتهي بعد الانتهاء من المناطق. لكن أثناء حتى بناء هذه المناطق فهي بتوفر فرص عمل كتير قوي، سواء للمصانع بتاعة الأسمنت، لمصانع الحديد، للناس للبنايين، للطوب، للتجهيزات، للتكييفات، للكهرباء، للإلكتروميكانيكالز. يعني حضرتك دي عبارة عن صناعة كبيرة جدا فيها توفير لفرص العمل حتى أثناء الإنشاء اللي هو في الفترة الأولانية. دي عبارة عن استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل وشكل تنموي كبير جدا جدا خلال هذه الفترة. بعد كده
في فترة الـ 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 البناء أو فترة بعد فترة البناء في اللي هي فترة إن احنا عندنا أكتر من مبنى بنجذب فيه شركات أجنبية. هذه الشركات شركات مستثمرة أو شركات مصرية شركات مستثمرة. الشركات دي هتبدأ تأجر الأماكن دي، هنبدأ نخلق فرص عمل، هيبقى في نوعيات من الأعمال كلها ترتبط بالتكنولوجي أو بالتكنولوجيا اللي هتبقى موجودة في هذه المناطق التكنولوجية الهامة جدا جدا، اللي هتعمل خطوات تحويلية لشكل المجتمعات اللي احنا بنبقى موجودين فيها. نعم. يمكن المبادرة الثانية اللي تحدث عنها سيادة الرئيس اللي هي التعليم التكنولوجيا، عايزين يعني بالحديث عن الاستثمار في العنصر البشري، ما هو دور الوزارة في التنسيق مع الجامعات الموجودة هنا في مصر ومع الشركات الأجنبية لهذا الأمر للاستثمار في العنصر البشري؟ طبعا هجاوب حضرتك على دي على السؤال ده على المبادرة دي، بس كمان احنا عايزين نعود للمبادرة اللي هي بتاعت الإلكترونيات في التصميم والتصنيع. لأنها يعني المبادرات ثلاث مبادرات هامة جدا في أولا التركيز على الشباب المصري والتركيز على العقل المصري والتركيز على تنمية المواهب والموارد البشرية. الثلاثة يعني الثلاثة احنا بننشد فيهم التنمية، الشباب، خلق فرص عمل للشباب، وتنمية الموارد البشرية والمواهب الشابة اللي موجودة في مصر. بالنسبة للمبادرة الهامة جدا بتاع اللي بتركز على تنمية العامل البشري والتدريب، والتدريب ليس من أجل التعليم ولكن التدريب من أجل خلق هذه العقول هي تمثل علماء المستقبل. هذه العقول تطلع للتدريب في جامعات، هذه الجامعات جامعات عالمية كبرى. احنا بدأنا نتكلم معاهم في هذه الجامعات، احنا بنتكلم مع هارفارد، بنتكلم مع جامعات فعلا التواصل مع هذه الجامعات طبعا. نعم. شوف حضرتك ما يميز هذا القطاع وهذه الوزارة أننا إذا تكلمنا فلا نعد وإنما نلتزم. فهناك وفي خطوات ناجزة بنعمل بشكل مؤسسي. نعم. شكل مؤسسي جدا. احنا الخطوات بتاعتنا خطوات محسوبة ومحسومة. كمان عندنا التزام بالتنفيذ والتنفيذ مش التنفيذ بس، والتنفيذ بقدر من الجودة العالية جدا للوصول لنتائج. هذه النتائج هي النتائج اللي احنا بنتمناها من 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 هذه المبادرات اللي بتتحول بعد كده من مبادرات إلى خطط عمل مهمة جدا. فاحنا بدأنا المبادرات دلوقتي حولناها إلى خطط عمل، بنتكلم مع جامعة جنوب فلوريدا، بنتكلم مع جامعات كتيرة في سواء في أوروبا أو في أمريكا عشان خاطر نبدأ نؤهل الناس اللي يبدأوا نبدأ نتبادل عملية التعلم في الخارج. والتعلم ليس من أجل التعلم ولكن التعلم من أجل بناء العقول اللي هترجع بعد كده هي اللي هتنفذ لنا بقى الخطط بتاعتنا المستقبلية سواء في الإلكترونيات أو سواء في الذكاء الاصطناعي. يمكن سيادة الرئيس أشار إلى ست قطاعات مهمة جدا، منهم الذكاء الاصطناعي، منهم الأمن السايبر سيكوريتي، منهم أو الأمن السبراني، منهم الأبليكيشنز أو التطبيقات الأمنية اللي هي أمن المعلومات يعني. نعم. منها الحاجات الحقيقة منها السوفت وير أو اللي هو التطبيقات بتاعة السوفت وير، حاجات كلها حاجات مهمة جدا لمجتمعنا وحاجات مهمة جدا عشان خاطر التصدير. يمكن حضرتك برضو أهم حاجة كلمنا فيها إزاي عن طريق هذه المبادرة والمبادرة الخاصة بالإلكترونيات. نعم. هنطلع التصدير بتاعنا خلال 3 سنوات عشان خاطر يبقى 3 مليار دولار بدل ما هو 1.5 مليار دولار النهاردة. طيب بالحديث عن التصدير، أنا بتكلم عن التصدير من الشكل السلبي ليه، وهو تصدير العقول المبتكرة أو مبتكرة. هل حضرتك شايف أن في مشكلة عندنا في المبتكرين، هم مبتكرين مع إيقاف التنفيذ؟ هل للوزارة إن كانت مشكلة يعني كان لو الوزارة شايفة أن هم مشكلة عندنا مبتكرين كثر وعندنا ابتكارات كثيرة إلى أنها حبيسة الأدراج، فهل الوزارة خطة لإحتواء هذه العقول ما تبقاش عقول مهاجرة برا؟ هو في اكتر طبعا، هو في خطه للوزاره. احنا عندنا حاجه اسمها التيك اللي هو تكنولوجي انوفيشن اند انتربرينور سنتر،
ده عبارة عن مركز للإبداع وريادة الأعمال. في مركز الإبداع وريادة الأعمال إحنا بيبقى كل سنة بشكل شفاف بنعمل إعلان، الإعلان ده بيتقدم ليه أكتر من مبتكر ببعض ال بشكل سنوي. بشكل سنوي الإعلان بينزل فين؟ في شكل في جميع الجرايد وفي نعم. جميع وفي وعلى الويب سايتس وفي كل مكان، وهو تمام. معروف يعني. ولا ممكن أقول لحضرتك على بعض الأفكار اللي تحولت لشركات أو تحولت لشركات ناشئة. نعم. الأول احتضناها وبعدين تحولت لشركات ناشئة، والشركات دلوقتي شركات ناجحة جدا جدا. تمام. ممكن بعض التطبيقات اللي حضرتك بتستخدمها بس ما تعرفش انها طالعه من الانوفيشن سنتر، زي بيقول لك مثلا، عارف حضرتك التطبيق بيقول لك ده طبعًا. احنا اللي مطلعينه من الانوفيشن سنتر. في تطبيقات كثيره جدا جدا في مجال التعليم، يمكن سياده الرئيس شرفنا في اثناء الجوله بتاعته في المعرض، وشاف شباب من المبتكرين الصغار اللي واحد بيحول الوايت بورد او السبوره العاديه البيضاء الى الكترونيك بورد، ويعني هو دعا سياده الرئيس حتى للكتابه على البورد دي، والرئيس يعني كتب له بالتوفيق يا محمد، ربنا يوفقه ان شاء الله. بس التوفيق لازم يكون وراه كمان احنا نقدر نساعده، فاحنا بنساعده وعندنا خطوات لمساعدته. الحقيقه في ناس كتير جدا موجودين كأصحاب أفكار، هذه الأفكار بقى تنميتها، الأفكار ليست حكرا على القاهرة طبعا، فالأفكار برضو موزعة على المحافظات المختلفة. الهجرة من المحافظات للقاهرة عملها صعبة صح، وفي ناس بتهاجر وفي ناس ما بتقدرش ظروفهم تمنعهم. نعم. احنا النهاردة بقى بننقل لهم كمان إنوفيشن سنتر أو مركز إبداع في كل منطقة تكنولوجية هنروحها. نعم. يبقى في عندنا مركز لمركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، هيبقى عندنا حضانات موجودة عشان خاطر نحتضن الأفكار الكبيرة، عشان خاطر نقدر الأفكار دي نحولها لشركات. نعم. عايزين يبقى عندنا في المستقبل عندنا ناس زي الناس اللي موجودين، الشركات الكبرى اللي بدأت بحاجة صغيرة في جراج في الولايات المتحدة مثلا أو في أماكن كتير أوي. نعم. طيب حضرتك في معرض حديثك حضرتك ذكرت التركيز على محافظة القاهرة والتركيز على محافظات الأخرى، كان في مسح ميداني من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهاز الإحصاء 2014 خلص الى تقرير ان نسبة الاسر المستخدمة للانترنت 43.6%. عايز اعرف هل دول موزعين بشكل عادل على كافة محافظات الجمهورية ام التركيز فقط في مصر او في القاهرة؟ نعم. هم موزعين على مستوى الجمهورية ولكن ليس بشكل عادل، لان نعم. لان خليني اقول لحضرتك على حاجة، يعني في فجوة. المبادرة الرئيسية الحقيقة لسيادة رئيس الجمهورية النهاردة هي مبادرة تعتمد بشكل أساسي على التوزيع العادل للتنمية على مستوى الجمهورية، يعني هذه هي أهم المبادرة. نعم. يعني المبادرات كلها بتنعكس في فكر سيادة الرئيس في التوزيع العادل للتنمية على كافة المحافظات المختلفة. مش عايزين محافظة أو مواطن مصري، ويمكن دي برضو يعني من أهم التوجيهات، إن عايزين كل مواطن مصري موجود على أرض مصر يستمتع بنفس الخدمة المقدمة لأي مواطن آخر. دي نمرة واحد. معالي الوزير أنا يعني أسف أقطع كلام حضرتك، بس هو ما زال في فجوة، يعني تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات في التقرير بتاعه في معرض التقرير بتاعه قال إن في فجوة ما بين استخدام الإنترنت في القاهرة والمستخدمين للانترنت يتمتعون بهذه الخدمه في القاهره مقارنه بالمحافظات الاخرى. ده اللي انا قلته. نعم. لا انا قصدي يعني ايه جهود الوزاره لا هذا في رأب هذا هو ده اللي انا سد الفجوه. هو ده اللي انا قلته وقلت. نعم. عشان كده المبادره هي مبادره للتنميه. خليني اقول لحضرتك بقى سد الفجوه دي عن طريق بعض التراخيص بتاعه الانترنت. في تراخيص للانترنت هتصدر ان شاء الله في بدايه العام القادم، والتراخيص دي هتبقى تراخيص موزعة على المحافظات المختلفة. تمام. عشان خاطر يبقى فيه برضو توزيع عادل. نعم. للمستخدمين. نعم. وتوزيع عادل كمان للاستثمارات، لأن احنا عايزين شركات في المحافظات، الشركات دي هي اللي يبقى عندها الترخيص وهي اللي تكسب. نعم. لأن احنا بيهمنا ايه؟ بيهمنا ان احنا التنمية والاستثمار تبقى موزعة في جميع محافظات الجمهورية او على. نعم. مستوى كل الجمهورية.
حضرتك طبعا ليك توليت الحقيبه الوزاريه في 19 من سبتمبر، مشفوعه بخبره طويله يمكن تمتد لاكثر من 25 سنه في اكثر من 30 سنه سنه يعني ما بحبش اقول ما انا عشان ب 25 سنه او 30 سنه في قطاع القطاع العام والقطاع الخاص. عايزين نتكلم على القطاع الخاص والمستثمرين. حضرتك توليت مناصب قياديه كبرى في شركات مثلا زي سيسكو وسيستم وشركه اتش بي. عايز اعرف حضرتك، هل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع جاذب للاستثمار؟ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاع دائما جاذبا للاستثمارات، بس مصر كدولة جاذبة للاستثمارات بشكل كبير. مصر كدولة سوق كبير، احنا عندنا ميزة نوعية وميزة تنافسية كبيرة جدا جدا. اهم هذه الميزات ان احنا السوق بتاعنا سوق كبير، سوق في الاتصالات سوق كبير جدا. احنا عندنا الشركات العالمية اللي بتشتغل معانا في الاتصالات، او الاربع شركات اللي بيعملوا في الاتصالات سواء اذا كانت المصرية للاتصالات او الشركات الثلاثة الاخرى اتصالات وفودافون وموبينيل، الاربع شركات دول عندهم كم من المستخدمين مش موجودين يمكن في اماكن كتير قوي هم موجودين فيها. الثلاث شركات بتوع المحمول عندهم ما يزيد عن 94 مليون شريحة أو 94 مليون كاستمر موجود عندهم على الشبكات بتاعتهم. السوق بتاع مصر سوق كبير، فهو سوق دائما جاذبا للاستثمار، إلى جانب أن القطاع هو قطاع في حد ذاته قطاع جاذب للاستثمار، لأن العوائد من الاستثمارات في هذا القطاع عوائد عالية جدا. كان أستاذ عمر شعير رئيس لجنة جمعية لجنة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمعية رجال الأعمال، كان بينادي بإنشاء استراتيجية قومية لتنمية الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في مصر. هل حضرتك شايف إن فعلا إحنا عايزين نهضة في هذا الأمر؟ أنا يعني استراتيجية قومية لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وهي دي الاستراتيجية بتاعت الدولة واستراتيجية الوزارة. فاستراتيجية الدولة واستراتيجية الوزارة بتعتمد بشكل أساسي على أولا كيف ننمي هذه الصناعة في مصر، كيف نستفيد من هذه الصناعة في مصر، وليس فقط أن احنا نبقى مستخدمين ولكن نبقى جزء فاعل في هذه الصناعة. عشان كده احنا سيادة الرئيس أعلن المبادرات الهامة جدا، سواء زكاه مبادرة صناعة تصميم وصناعة الإلكترونيات، عشان نبقى بدل ما نبقى مستخدمين بس نبقى مستخدمين وفاعلين ومصدرين لبعض هذه الصناعات. احنا بنتكلم عن صناعات زي صناعة التعهيد، عشان خاطر احنا نصدر بعض الخدمات عابرة القارات ونستخدم فيها العقول المصرية عشان خاطر تقدر تعمل الكلام ده. حقيقة احنا بنشتغل على هذا القطاع بشكل قومي، والاستراتيجية بتاعتنا استراتيجية واضحة. الاستراتيجية لا تأتي بس من الوزارة، ولكن هي استراتيجية مبنية على الكثير من الحوارات، ليست حوارات مجتمعية ولكن حوارات مع المختصين في هذا القطاع. حقيقة احنا دائما في لقاءات مع كل العاملين او العقلاء العقول المفكره في هذا القطاع قبل ما نصدر اي استراتيجيه. في معوقات حضرتك اول ما مسكت ملف الاستثمار في القطاع، هل حضرتك شفت معوقات للمستثمر القادم؟ شوف حضرتك المعوقات على حسب احنا بنبصلها ازاي. يعني المعوقات التحديات قدامها انا ما بسميهاش معوقات، انا بسميها تحديات. والتحديات بتخلق قدامها دايما فرص. فهل في تحديات؟ في تحديات. بتحول التحدي لفرصه. احنا بنحول التحدي لفرصه. خليني اقول لحضرتك على حاجه، يعني في تحديات، بعض التحديات الخاصه بالظروف الاقتصاديه اللي كانت فيها الدوله. الحقيقه التحديات دي تحديات ابتدت النهارده ان احنا ناخذها كفرصه عشان خاطر نصدر.
يعني احنا عندنا فرصة ان يمكن الجنيه المصري بالنسبة للدولار اقل او بالنسبة للعملات اقل، فدي فرصة للتصدير، فده تحدي بس نقدر نقلبه فرصة. عشان كده التحدي ده قلنا ان احنا هنخلق صناعة، الصناعة دي نقدر نصدر منها. ليه نقدر نصدر منها؟ اولا فرصة العمالة، العمالة وتكلفة العمالة هتبقى شكلها في وضع تنافسي، فرصة ان احنا نصدر هنبقى في شكل تنافسي، فاحنا ازاي نقدر نحول التحدي الى فرصة. حقيقة التحديات اللي موجودة تحديات موجودة في مصر وموجودة في دول تانية، بس احنا تحدياتنا في مصر الحقيقة بتكاتف الجهود خصوصا في هذا القطاع احنا بنحاول دائما ان احنا نغيرها الى فرص، والحمد لله يعني شايفين على الارض ان في فرص كثيرة. يعني المستثمر لما يجي يعني هيلاقي الايادي مرحبه بيه، مفيش اي معوقات، مفيش اي مشاكل بيروقراطيه، مفيش اي مشاكل معوقات اخرى، يعني تخليه يصرف النظر عن الاستثمار في هذا القطاع في مصر. مستثمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مستثمر محظوظ، لانه الدوله محظوظ. طبعا لان الدوله دلوقتي بتدعمه بشكل كبير جدا، تحديدا في مجال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات. لأن هذا القطاع زي ما اتكلمنا ان هو قطاع واعد جدا، وقطاع تنمية العقول، وقطاع بيعتمد بشكل اساسي على الشباب، واحنا في تركيز كبير جدا جدا على خلق فرص عمل للشباب والتركيز على الشباب. حضرتك بجانب الخبرة بتاع حضرتك تخصصت في مجال الاستراتيجي بلاننج او التخطيط الاستراتيجي. حضرتك شايف مصر في سنة 2020 فيما له صلة بالاتصالات والتكنولوجيا المعلومات فين مقارنة بدول أخرى زي مثلا باكستان، زي الهند، مش هنقول مثلا زي اليابان، بس دول زي دبي. خليني أقول لحضرتك على حاجة، أنا زي ما قلت لحضرتك أن مصر إحنا بننظر إلى 2020 أو 2030، يعني خلينا نقول على يعني فترة أبعد كمان 2030، أن إحنا نكون دولة فاعلة وليست مستخدمة فقط لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. نعم. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تمام. الدولة الفاعلة ان احنا يبقى عندنا الأجهزة بتاعتنا، يبقى عندنا التكنولوجيا بتاعتنا، يبقى عندنا الديزاين بتاعنا، مش بتاعنا بس، بتاعنا اللي احنا بنتعاون فيه مع الدول الأخرى ومع الشركات العالمية لنكون فاعلين في هذا القطاع ولسنا فقط مستخدمين لهذه التكنولوجيا. هل في خطوات تم اتخاذها بالفعل لهذا الامر، لتحقيق هذا الامر؟ الثلاث مبادرات او المبادرات اللي تم الاعلان عنها دي خطوات كبيره جدا. نعم. والتسارع في التنفيذ فالتسارع في التنفيذ والحقيقه توجيهات سياده الرئيس بان احنا ننفذ في اقصى وقت باقصى سرعه ممكنه وفي اقصر وقت ممكن، هذا بيركز على الدعم ويركز على الأهمية اللي بينظر إلى التسارع في التنفيذ، إن دي أهمية قصوى عشان خاطر نقوم بدور فعال. تنمية العقول، إن احنا نبدأ نبعت ناس في أماكن محددة بره عشان خاطر يرجعوا لنا بعقولهم، وتسارع صاروا الحقيقة عشان خاطر ازاي نقدر ان احنا نقصر من هذه الفترة الى اقصى درجة ممكنة لنكون فاعلين في هذا القطاع. حقيقة كنت في اسكندرية في زيارة لمكاتب البريد وقابلت رجل عجوز كده تقريبا عنده 85 سنة، وقال لك ان هو ما يقدرش ان هو يروح يصرف المعاش بتاعه كل شهر، فحضرتك كان ليك استجابة سريعة وكان حضرتك ليك قرار وزاري ان هو يتم من هم فوق 65 سنة يتم تحويل المعاشات لهم وهم في منازلهم. تمام كده. انا عايز اخد الموقف ده بشكل اعم، تطوير مكاتب البريد في مصر، ايه حضرتك شايف التوجه بتاعه؟ شاكر جدا على السؤال ده، سؤال جميل. خليني يعني ايه ابدا بحاجه مهمه قوي. اولا التوجيهات، ويمكن دي توجيهات الدوله وسياده الرئيس، الاهتمام بالمواطن بشكل كبير، يعني بالنسبة للرجل الرجل أنا التقيت بيه هو رجل محترم جدا جدا، وقال إن هو وكانت المكتب مكتب زحمة إلى أقصى الدرجات، فأنا دخلت في وسط الناس وابتديت أتكلم معاهم عشان خاطر أتعرف على
أولا أتعرف عليهم عن قرب وأتعرف على إذا كان في مشاكل نقدر نحلها ولا لا. فالحقيقة الاتجاه في الدولة هو الاهتمام بالمواطن والخدمات المقدمة للمواطن والمواطنين بشكل عام، يعني على اختلاف أعمارهم وعلى اختلاف وظائفهم أو التعاملات بينهم وبين المؤسسات الحكومية المختلفة. فالحقيقة كان القرار بتاع أن المعاشات تصرف لمن هم فوق 65 سنة، تروح لهم في بيوتهم بدون تحميل أي تحملهم أي إضافية. تكاليف أي تكاليف نعم. إضافية نعم. في أي مكان. فدي توجيهات الحقيقة من سيادة الرئيس وتوجيهات من من الحكومة والدولة. الحاجة الأهم من كده أن إحنا إزاي مش دول بس، مش فوق 65 بس، الغير قادرين يعني في ناس اقل من هذا السن وغير قادرين، فاحنا لن نستثني غير القادرين، ذوي الاحتياجات الخاصه، اي حد غير قادر يعني عاد عنده مرض، هذا المرض يمنعه من انه يقدر ان هو يروح للمكتب البريد ويصرفه بشكل شهري، يدخل تحت المنظومه. فاحنا هو حضرتك بس بيخش تحت المنظومه، بس بيقدم طلب عشان خاطر نعرف مين اللي عايز يعمل الكلام ده عشان خاطر نقدر نوصل له المعاش لبيته. الحقيقه ده بياتي في اطار تطور كبير وتحول كبير لشكل البريد المصري. تمام. البريد المصري هو يمكن من أقدم المؤسسات اللي موجودة في مصر. طبعا. الحقيقة عاشت الكثير من التحولات في البريد في العالم، عاشت كثير من التحولات في شكل تقديم الخدمة. النهاردة احنا بنتكلم عن البريد المصري وبنحول المكتب اللي حضرتك شفته ده، اللي احنا شفناه الزحمة اللي الناس تعبانة فيه، ان شاء الله انا وعدتهم ان على ابريل هيكون المكتب ده مكتب نموذجي، ناس هتيجي تقعد فيه بشكل لائق، كل واحد هياخد تذكرة قبل ما يخش عشان خاطر نتعرف الخدمة بتاعته ايه، يقعد في مكان، هذا المكان مكان لكنه داخل اي بنك مثلا، يعني انا يعني قد ادعي انه هيبقى على مستوى اعلى من مستوى البنوك اللي موجودة، وهيبقى الناس قاعدة تستنى رقمها، هيتنادى عليه الرقم، هيخش على الموظف، الموظف هيؤدي اليه الخدمة. والعملية دي عملية مهمة جدا علشان خاطر كمان نعرف المواطن من ساعة ما يخش ده التذكرة وليه النظام ده لغاية لما ياخد الخدمة هياخد وقت قد ايه، وبدي بنقدر نبني عليها الخطط بتاعتنا، هل المكتب ده عايز نزود اعداد المكاتب الموجودة في المنطقة دي ولا لا، هل الاعداد دي اعداد متكررة يوميا ولا مش متكررة يوميا، بتبقى مرة في الاسبوع او مرتين في الشهر او ثلاث مرات في الشهر، وازاي نتعامل مع هذه الحالات. الحقيقة دي بيدينا منظومة ازاي نتعامل مع الموضوع بشكل شكل موضوعي وشكل بروفيشنال، ازاي هنتعامل معه بشكل بروفيشنال، وازاي ان المواطن يحس انه بياخد الخدمة بتاعته بمنتهى الكرامة وبيبقى حابب المكان اللي بياخد فيه الخدمة، ويبقى العلاقة ما بين المواطن وما بين مقدم الخدمة هي علاقة على اعلى مستوى. خليني اقول لحضرتك كمان المكتب البريد احنا بنغير مش مكتب بريد بس ولا الشكل ولا ان الناس تقعد فين، احنا بنغير المنظومه كلها عشان خاطر مكتب البريد يدي كافه الخدمات الماليه الغير بنكيه، يعني لازم يدي ماليه غير بنكيه لكي لا يتداخل ما يبقاش في تداخل ما بين الخدمات اللي بيقدمها مكتب البريد او مكاتب البريد والخدمات البنكيه. الخدمات الماليه بنسميها اللي هو الشمول المالي او الفاينانشال انكلوجن، ازاي هيقدم كافه الخدمات. حضرتك تقدر تدفع عن طريق مكتب البريد، تقدر تدفع فاتوره التليفون، تقدر تدفع فاتوره الغاز، تقدر تدفع فاتوره الكهرباء زي اي مكتب موجود في المكاتب العامه، تقدر تدفع الفواتير دي عن طريق شبكات الاي تي ام او الشبكات اللي موجوده في مكتب البريد او بره مكتب البريد عن طريق مكتب البريد. طبعا احنا بنصرف المعاشات، بنصرف تكافل وكرامة، عندنا 22 مليون اكاونت او حساب من حسابات اللي هو دفاتر التوفير، ازاي نسهل عليهم في انهم ياخدوا كروت يقدروا يصرفوا بيها الحاجات دي. حقيقة الخدمات المالية الغير بنكية سوف يقدمها البريد، وهيقدمها باشكال مختلفة تعود على المواطن بالتسهيل وتعود على
البريد بتقديم خدمات كبيرة تعود عليه بمكاسب. هذه المكاسب سوف تعود طبعا على الخزانة العامة للدولة وعلى الموظفين العاملين في البريد. طبعا ده بإحلال التكنولوجيا الحديثة، استخدام الكمبيوتر في نظير أو في مقابل الشكل الاعتيادي اللي احنا ألفنا عليه، اللي هو الموظف اللي هو اللي بيملى في الدفاتر وبيكتب في الدفاتر والحاجات دي، يعني خلاص دي يعني هتبقى من الماضي وهيتم احلالها واستبدالها بشكل جديد للموظف بمنظومه جديده، منظومه حديثه، تكنولوجيا حديثه، كمبيوتر حديث، كل الداتا بتاعه الموظف او المواطن موجود عليه. اهم من يتحول هو مين؟ الموظف. الموظف طبعا. الموظف طبعا. هذا يمثل عائق بالنسبه للوزاره؟ لا، الموظف لازم ياخد التدريب الذي يؤهله للتعامل مع هذه المنظومه الحديثه وللتعامل مع المواطن. يعني الموظفين في البريد ناس على اعلى مستوى. احنا دلوقتي كمان او قبل ما نفتح المكاتب، وطبعا في حاجات اخبار جميله، يعني خلال الاسبوع ده هنفتح مكتبين، وعلى اخر الشهر هيبقى في مكتبين البريد 11 مكتب بالشكل الجديد، مكاتب بريديه بالشكل بالمنظومه الحديثه الجديد. بالمنظومه الحديثه بكل حاجه بالشكل الجديد. فين المكتبين دول؟ احنا في مكتبين في الاسبوع ده و11 مكتب على مستوى الجمهوريه خلال الاخر على اخر الشهر. يعني احنا بنتكلم في ايام ويبقى عندنا 11 مكتب بريدي. المكاتب دي موزعه على مستوى الجمهوريه. الاثنين اللي احنا افتتحناهم الاسبوع ده هيبقوا في واحد في باب اللوق والعباسيه. تمام، عشان بس كاميرا ONtv يكون ليها السبق. اهلا وسهلا، تشرفونا. طيب بالحديث عن التطوير والتحديث، احنا ازاي ناخد التجربه دي ونسحبها على باقي المؤسسات الحكوميه بالتنسيق مع المؤسسه الحكوميه اللي هي ليها يعني اهميه او ليها السلطه على تنفيذ هذا الامر؟ بمعنى ان في عندنا مثلا احنا المواطنين بيتعاملوا بشكل يومي مع المرور، مع المكاتب الحكوميه، ازاي نسحب التجربه دي اللي حضرتك يعني تكرمت وتفضلت بيها على كل المؤسسات دي بالتعاون طبعا وبالتنسيق مع الوزاره؟ هو زي ما قلت لحضرتك ان دي مش سياسه وزاره بس، دي سياسه دوله وسياسه حكومه. واحنا الحقيقه على مستوى الوزاري يعني في القريب العاجل ممكن اروح مكتب المرور او المرور اجدد رخصه، ما اوقفش في طوابير، ادفع مخالفه ما اوقفش في طوابير. وايه اللي يخليك تروح مكتب المرور تجدد الرخصه؟ حضرتك تقدر تخش على الحكومه، السايت بتاع الحكومه الالكترونيه، ولو رخصه ولو العربيه بتاعتك ما عليهاش فحص حضرتك بتقدم، بتدفع المخالفات الكترونيكلي النهارده دلوقتي، ممكن نعملها دلوقتي. نعم. وتدفع المخالفات على بالالكترونيكلي من غير ما تروح ولا حاجه، ويجي لك الرخصه فين؟ بالبريد. لك البريد يجيب لك الرخصه لغايه عندك وتدفع ثمن الرخصه وتاخدها. لو حضرتك بطاقه الرقم القومي ضاعت من حضرتك وعايز تطلع بدل فاقد، انك بتخش على البورتال بتاع او المنصه بتاعه الحكومه مش كلنا، مش كل يعني خلينا نتكلم، يعني مش كل المصريين مؤهلين ان هم يعملوا يعني يستخدموا التطبيقات الحديثه، التكنولوجيا الحديثه في تيسير امورهم من البيت. صح، في حد فلاح بسيط، في حد مش متعلم، هيضطر ان هو يروح لينزل للمرور عشان يخلص، او مش بس فقط المرور، اي مؤسسه او اي جهه من الجهات الحكوميه هيصطدم بارض الواقع. بص حضرتك، احنا لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل نظم مختلفه عشان خاطر نشتغل على فئات مختلفه من المواطنين. انا كلمت حضرتك على المواطن اللي عنده في بيته انترنت وعنده في بيته كمبيوتر ويقدر يخش ويعمل الكلام، ودي شريحه لا باس بيها من المواطنين، ودي شريحه كويسه، شريحه قليله مش كبيره، عشان خاطر يعني ايه لازم نكون منصفين وعادلين، شريحه قليله مش كبيره. نعم. بس شريحه مهمه، ممكن بدل هتوفر لنا كتير قوي، هتوفر لنا في انهم ينزلوا بعربياتهم، هتوفر لنا في البنزين اللي هو المدعم، هتوفر لنا في لما بينزل بعربيته بيبقى العربيه في الزحمه، هتوفر لنا في الزحمه بولوشن كمان في نقاء الجو والكلام ده كله، لان في العوادم. نعم. عوادم السيارات. طبعا. هتوفر لنا في الزحمه، هتوفر لنا في الوقت، وقت الراجل المواطن اللي عمل الكلام ده. صح. عارف حضرتك المنظومه دي توفر قد ايه؟ توفر ملايين ومليارات. تمام. لو بقى احنا عندنا انسان ما عندوش كمبيوتر،
فهو جنبه عنده والله سايبر كافيه او مكان جنبه كده اللي هو المكان اللي بيتعمل فيه نتورك او 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 شبكات موجود جنبه، يروح جنبه ويقول والله يا استاذي الفاضل انا عايز اعمل كذا كذا، يروح مدخله وعامل له الكلام ده. مفيش الكلام ده، هنخلي بقى مكتب البريد يعمله. خلي مكتب البريد يقول له تعالى قول لي انت عاوز ايه، عايز 1 2 3 حاضر، يروح دخله ويروح جايب له وتجيله البطاقه على مكتب البريد ويروح يستلم، يقدر يستلم. وده بقى ايه، ده الخدمات. انا قلت لحضرتك بعض الخدمات اللي لا. هي اللي هي تحصيل الفواتير بتاعت الكهرباء والميه والحاجات دي كلها حاجات موجوده. حضرتك دخلت قهوه في اسكندريه، في اسكندريه بتشوف فيها بتاكد من جوده الواي فاي. عايز اختم بالسؤال ده، يعني تقييم معالي الوزير لجودة خدمة الانترنت في مصر لا ترتقي الى المستوى المطلوب، وهناك عمل، هناك عمل وجهد كبير جدا الحقيقة بيتعمل. جودة الخدمة الانترنت في مصر لا ترتقي الى المستوى المطلوب، لا ترتقي الى المستوى المطلوب خالص. احنا في عمل جاد شاق متواصل من بدأ من حوالي 3 شهور الحقيقة لتغيير الشبكة الأرضية بتاعتنا فيها مشاكل بقالها أكتر من 15 سنة، أو في أقاويل بتقول 30 سنة سنة شايف الشبكة شكلها شبكة متهالكة، شبكة متهالكة من ناحية البيوت، يعني من البيوت اتعمل مجهود كبير خلال السنتين اللي فاتوا الحقيقة عشان خاطر تغيير وان احنا نكبر الشبكة بتاعتنا ويبقى فيها التوصيلات الالياف الضوئية وازاي نوصل النحاس لغاية البيوت. وهناك بعض التهالك كمان في الشبكات الواصلة داخل البيوت. حقيقة احنا النهاردة انتهينا من 9 سنترالات على مستوى الجمهورية من 1600 سنترال، وهنبدأ في مناطق وهنبدأ بالمناطق، وبننتظر ان الشبكات دي يعاد هيكلتها من اول وجديد والتنظيم بتاعها وننتهي منه خلال 6 أشهر القادمين. والانترنت 6 أشهر سوف يتم الانتهاء من ان شاء الله من كافه الشبكات الشبكات بتاعت السنترالات، وهي دي اللي هي الشبكه الشركه المصريه للاتصالات والقائمين عليهم اللي انا طبعا بثق فيهم ثقه كبيره، قالوا انهم هيقدروا ينفذوها خلال 6 أشهر القادمه. بس ما فيش دلوقتي مشاكل في الشركه المصريه للاتصالات؟ مشاكل زي ايه؟ مشاكل ما بين الشركه الداخليه او مشاكل ما بينها وما بين الشركات المحمول. حضرتك الشركه يعني في مشاكل يعني في السابقه القطاع قطاع هادئ مستقر قطاع ينظر الى الامام. المستقبل مستقبل مشرق لكافة الشركات العاملة في القطاع، فعلينا أن ننظر إلى الأمام، ننظر إلى الفرص ونترك وراءنا التحديات. معالي الوزير أنا بشكر حضرتك جدا 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 على هذا اللقاء، شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. سيداتي وسادتي الشكر موصول لكم وسعدت بصحبتكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى.